السلام عليكم. أحد مرضانا الأعزاء اللي زارونا باستشارية طب الألم بإشراف الأستاذ الدكتور عياد عباس اختصاص الألم، كان يعاني من آلام مزمنة في الكتف الأيمن، راح يتحدث لكم عن حالته. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنا جيت هنا للمستشفى، فيها كان عندنا تحويل من دكتور وديت فيها، قالوا لنا وحدة طب العلم. يعني جيت الله شاهد، لما جيت دخلت استقبلونا استقبال يعني الحمد لله والشكر زين. كتفي عندي هذا كتفي صار له تقريبا 5 سنوات، رحت لبنان رحت لإيران، الله شاهد يعني لما احكي لك احكي يعني شيء صدق يعني ماكو شيء. يعني جيت هنا من الدكاتره والله فحصوني شافوا الالم، قالوا لي وين شخصها والالم بالضبط. والله من اول جلسه ضربونا ابره هنا، انا ذكروا ابره اللي ورا بكتفي، والحمد لله والشكر الحمد لله والشكر. هسه الحمد لله حركها وزينه، راح الوجع من عندها قبل ما اقدر اشيلها، اي ليش ما اقدر ارفعها، يعني الوجع يصير عندها الم كلش قوي. والحمد لله والشكر بفضل الدكاترة إن شاء الله، والحمد لله الألم راح وفسر صحتي زينة والحمد لله والشكر. عزيزي نتمنى لك الشفاء التام لك والبقية المرضى. مشكوركم يعني ما تقصرون، الله شاهد وحمى الله والديكم على هذا العلاج يعني الحمد لله والشكر. الله يحفظك الله يحفظك.